السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم. الفيديو ده هتكلم فيه عن شرح تفصيلي للتليجرام بحيث إن هو يغطي كل استفساراتكم. أنا نزلت فيديوهين شرح قبل كده، بس واضح إن فيه لسه شوية معلومات الناس ما وصلتلهاش، فالفيديو ده معلش استحملوني، هيبقى طويل شوية بس هوضح فيه كل نقطة بحيث إنها تغطي استفساراتكم. وبعتذر إن أنا لو في حد كتب كومنت أو بعتلي رسالة وأنا مردتش، إن والله مفيش وقت كفاية. نبدأ بسم الله دلوقتي التليجرام، بس عشان أوضح فكرة عامة عشان نفهم الموضوع من البداية. زي التليجرام برنامج زيه زي الواتساب، معمول للتواصل بس بيستخدم أكتر على قطاع، يعني في نظام الشغل وفي قطاع الشركات أو الكلام ده كله، لأن في موضوع للتشانلز وفي حاجات يعني إمكانيات أعلى من مجرد التواصل الشخصي بتاع الفيسبوك. إيه البوتات؟ البوتات دي هي زي حاجة كده تقنية في التليجرام بتقدر تتحكم فيها، وتقدر يعني حاجات يعني ليها بروجرامينج كده بتتعمل بحيث ان في بوتات مثلا اغاني، وفي بوتات العاب، في بوتات بتشغل عليها قرآن، وفي من ضمنها بوتات البيتكوين. للتنبيه بس عشان نبقى عارفين، البوتات عموما اي حاجة تخص البيتكوين في منها صادق وفي منها نصاب، تمام، وفي منها بيبدأ كويس وبعدين بينصب كعادة اي موقع يخص البيتكوين. من يوم ما بدأ البيتكوين بنلاقي المواضيع اللي زي دي. طيب انا القناة بتاعتي هي على التليجرام اسمها افهم تكنولوجي، هنزل اللينك بتاعها ان شاء الله تحت الفيديو، اغلبكم مشتركين عليها. انا كنت شارح فيها الموضوع من اوله، كل حاجة عن البيتكوين، يعني ايه بوتات وازاي الربح منها، واللي مش مشترك عليها يشترك عشان يفهم الموضوع من اوله. خلينا نتكلم عن البوتات. في كذا بوت انا كنت شغال عليهم، في اللي منها طلع نصاب، واللي سحبت منه، واللي كان كويس بس ما كملش. بس احنا مكملين على بوتين، البوتين دول شغالين كويس جدا. البوت الاول هو دينو بارك بوت، وده بوت بقاله 3 سنين شغال وسحبت منه 3 مرات، وده بوت صادق والشغل عليه مطمئن، يعني مش مفهوش اي ريسك. البوت التاني اللي بشتغل عليه هو بوت بسيط خالص اسمه جيت فري بيتكوين. هفتح اول بوت زي كده. البوت ده كل فكرته بس ان انت بتعمل انفايت عن طريق الريفيرال لينك بتاعك، اللي هو رابط اللي بتنشر بيه ان انت دخلت صديق ليك، فانت بتاخد عليه 100 ساتوشي. اول ما توصل لبوينت 002 هتسحبهم، تمام، اوكي، يعني 200,000 ساتوشي، تمام. ولو حد من الفريندز بتوعك جاب فريند عنده تاني، انت هتاخد عليه 20 ساتوشي زي ما ظاهر لحضراتكم هنا. هتخش كل يوم بس هتعمل ايه، هتدوس جيت بيتكوين، هتاخد البونص بتاعك. ادي البونص بتاعي اهو كل يوم. وبعدين بتخش على الفريندز، بتاخد الريفيرال لينك بتاعك، بتاخده كوبي وبتبدأ تنشره في الجروبات، بتبعته لاصحابك، ايا كان هتنشره ازاي، وهتاخد عليه الربح ده. بقى قدامك الحاجتين دول بس. نخش بقى على الدينو بارك. طيب الدينو بارك ايه نظامه؟ بص يا جماعة، الدينو بارك عبارة عن ديناصورات. الديناصورات دي في منها مجاني في منها بفلوس. الديناصورات العادية اللي هي دي، اللي هي الديناصورات دي ديناصورات مجانية. دي عبارة عن انك بتلعب، بتحوش فلوس، بتشتري ديناصور بيطلع لك جواهر، بتكسب اكتر، بتشتري ديناصورات احسن، بس فعليا ما فيهاش مكاسب لان دي عبارة عن لعبة مش اكتر من كده. اللي فيه فلوس هو الفي اي بي ديناصورز، تمام، اللي هو الديناصورات اللي زي دي. عندك 4 ديناصورات حاليا شغالين، اللي هم الاولاني ده بيطلع لك كل يوم 3 بوينتات، تمام، وبيشتغل لمدة 300 يوم. التاني كل يوم بيطلع لك 20 بوينت، بيشتغل لمدة 100 يوم. التالت 10 بوينت وبيشتغل ل 150. واخر واحد، واحد فيهم بيطلع لك 25 بوينت وبيشتغل لمدة 150 يوم. وده بتشتريه بكام؟ ب 2800 بوينت، واللي فوق بتشتريه ب 1200، واللي فوق ب 1190، واللي فوقه ب 600 بوينت، تمام. دي هي الافكار بتاعتهم. طيب حضرتك عايز تشتري منه، هات اهو زي ما احنا قلنا. هنخش على الديناصورات نفسها، بعدين هتختار باي كذا او باي او باي اي باي، اي حاجة من الثلاثة دول، اوكي، تمام. طيب دي هي الأيقونة بتاعة الديناصورات. عشان تفهم برضو الشغل عامل ازاي، يعني لو حد واخدها كلعبة بس، ادي الديناصورات، تشوف ايه اللي عندك. انا مشتري حاجات، هتخش على فارم هيقول لك انا مثلا مشتري
53 واحد من الديناصور الاولاني، 11 من الديناصور التاني، وهكذا وهكذا، وواحد من اكبر ديناصور. بتعمل كولكت دايموند، ده اللي هي الحاجات المجانية. بعدين بتروح بعد خلاص خلصنا من فارم كولكت دايموند، هتخش على ماركت بليس، هتبيع دول، هيقول لك انت كسبت منهم كذا، اهو بعنا بتاع دول، فقال لي انت كسبت كذا ورصيدك كذا. هنخش على رصيد البالانس بتاعي، هتلاقي مثلا الرصيد اللي فوق ده الرصيد اللي انت تقدر تشتري بيه ديناصورات جديدة، الرصيد اللي من تحت هو الرصيد اللي انت تقدر تسحبه. طب يا جماعة، الرصيد اللي انا هقدر اسحبه 1773 دولار، هل انا فعلا هقدر اسحب من برنامج؟ لا يا جماعة، ده مش واقعي. هو ده المبلغ، ده المبلغ اللي انت بتسحب منه على حسب البوينتات بتاعتك، بس مش ده ابدا المبلغ اللي انت تسحبه، عشان برضو الناس تبقى فاهمة بتشتغل ازاي، وما تضيعش وقتها وهي مقتنعة انها هتكسب المبالغ دي من البوت. اوكي، في 3 طرق عشان نجيب بوينتات. الطريقة الاولانية ان انا هدوس على زرار البونص كل 24 ساعة، تمام، كل 24 ساعة هيديك بوينت، ده احرص ان انت كل يوم تاخد البوينت المجاني ده. الطريقة التانية ان انا بخش على الريفيرالز، تمام، وبعمل انفايت عن طريق الريفيرال اللينك بتاعي اللي هو ده، اخده كوبي، تمام، وابعته للناس زي ما انا قلت، هاخد بوينت على كل واحد صاحبي هيخش. اوكي، انا مثلا عملت انفايت ل 2286 يوزر لحد دلوقتي، فدول لوحدهم اخدت عليهم 2286 نقطة لحد دلوقتي، اللي هو لوحدهم عديت الحد الادنى للسحب. بس الموضوع ده مش سهل ومحتاج مجهود كبير جدا ووقت جامد عشان تقدر توصل للمرحلة دي. انا بوت معايا اكتر من سنة يعني شغال عليه، تمام. خلصنا الموضوع ده. الطريقة الثالثة ان انت تعمل ايداع عشان تقدر تشتري واحد من الديناصورات الاربعة اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم الفي اي بي ديناصورز، وبعدين تقدر يولدوا لك نقاط، وبالتالي انت بتستثمر جوه البوت. طيب، انا رصيدي يا جماعة دلوقتي هو 3207، تمام، دول انا اقدر اسحبهم دول ب.003 بيتكوين، اوكي، اللي هم اكتر، اللي هم 300,000 ساتوشي اقدر اسحبهم في اي وقت. اوكي، دي من ضمن السحابات يعني، بس ورغم ان انا مستثمر. عايزين نعرف بس انا مستثمر ايه واستثمر ازاي. هتخش حضرتك على بالانس، تمام، بعد بالانس هتعمل حاجة اسمها اد بيتكوين تو بالانس، هتحط بيتكوين تو بالانس، اوكي، تمام. هيقولك عن طريقين، يا اما انت عن طريق البنكر بوت اللي هو البوت البنك اللي انت بتحطه عن طريقه، يا اما تاخد عنوان المحفظة مباشرة بتاعة البوت وتبعت عليه. انصح ان الموضوع يتم عن طريق بنكر بوت، تمام. هتخش مثلا على الاد بي تي سي فروم بنكر بوت، او تدوس ستارت عليه، اوكي، خلاص انا موافق. عندك هتدوس على الوالت المحفظة بتاعتك، هتعمل حاجة اسمها ديبوزيت ايداع، تمام. بعد ما بتعمل ايداع بيديك عنوان هو ده اللي بتبعت عليه. اول ما بتبعت عليه هتلاقيهم في خلال ربع ساعة ولا حاجة وصلوا، وتقدر بعد كده تعمل ايه، ويزدرو لو عايز تسحبه مباشرة، او تعمل توب اب دينو بارك، اللي هو يعني ايه، انا هحط رصيد في الدينو بارك. بس انا عشان مش معايا رصيد دلوقتي على بوت بي تي سي بانكر، فمديني ايه، 0 بيتكوين 0 يو اس دي، خلاص. اوكي، الموضوع بسيط وسهل جدا، تمام. ولما تسحب برضه هتسحب عن طريق البوت نفسه ده، يعني هتخش هنا مثلا، انا عندي الدينو بارك اهو، انا عندي البالانس، انا عايز اعمل ويزدرو فاندز، تمام، انا عايز اسحب الارباح بتاعتي. هيقول لي الرقم ده دلوقتي بيساوي تقريبا 20 دولار، اللي هم الفلوس دلوقتي، لان البيتكوين اللحظة اللي انا مسجل فيها النهاردة نازل جدا جدا جدا، تمام. والوالد بتاعتي اللي هو نفس حاططها اللي هي البنكر بوت، او ممكن تغير الوالد بتاعتك وتحطها ايا كان الوالد اللي انت عايزه، خلاص. فبيقولك انت دخل لحد 2000، انا ممكن ادخل 3000 كلهم. اول ما بدخل خلاص بيعمل كونفورميشن، بس انا مش هسحبهم دلوقتي عشان كده سايب ده، لان انا يعني هستثمر تاني. طيب، اعرف ازاي اللي استثمرتهم شغالين ازاي وايه اللي بيحصل. تخش على ديناصور، خش على في اي بي ديناصور، تمام، ثانية واحدة، خش على الديناصور، هتخش على ماي ديناصورز، تخش بعد كده على في اي بي ديناصورز. فبيقول لي ايه، انا عندي ترودون اللي هو الاولاني، انا عندي منه واحد اللي هو اكس وان، يعني انا عندي منه ديناصور واحد، وده لسه انا مشتريه امبارح، اوكي، تمام. النوع التاني انا مشتري منه 2 اشتريتهم في نفس اليوم، وده اليوم ال 12 ليهم من 150 يوم، وواحد مشتري من 42 يوم من 150 يوم، تمام، اوكي.
عشان تعرف بس النقاط بتاعتك بتروح فين وبتتسحب ازاي. اخر حاجة يا جماعة بس عشان نبقى واقعيين ومن غير ما نضحك على بعض، التليجرام حلو وظريف ولذيذ ومش بياخد منك وقت، بس هو مكسبه على قد المجهود اللي بتبذله فيه، مكسبه مش كبير وممل شوية، بياخد وقت طويل، الا لو في حاجة ان انت الناس اللي عملت لهم انفايت اشتغلت عليهم هم عملوا ايداع، هتلاقي الرصيد اللي انت جالك ده. اي حد بيعمل ايداع تقريبا انت بتاخد 30% او 25% من قيمة الايداع بتاعته، البوت بيديها لك مجانا، تمام؟ فانت ممكن بتوصل لمرحلة ان انت عملت ايداع بتاخد بوينت على كل واحد وبتاخد ربع المبلغ بالكامل، يعني انت مش بتاخده منه مباشرة، ده هو البوت بيدولك هدية من قيمة الايداع اللي ايه اللي هو حاطه، فبالتالي انت ممكن تكسب كويس جدا منه لو اشتغلت على موضوع الريفيرال، بس ما تخلوش شغلك الاساسي. بيتكوين فيه مليون حاجة ممكن تعملها غير موضوع التليجرام، التليجرام حاجة جانبية هتستثمرها وتنساها، مع الوقت ممكن تكسب منه كويس، مع قيمة البيتكوين لما ترفع ان شاء الله ويرجع لوضعه الطبيعي هيتلاقي منه مكاسب كويسة، بس ما تخلوش شغلك الاساسي وتعتمد عليه. ان شاء الله اكون غطيت كل الاستفسارات، لو لسه حد باقي عنده اي استفسار ممكن يسيبولي في كومنت على الفيديو ده في اليوتيوب، وانا متابع معاكم ان شاء الله، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.